لا يجوز أبدا البناء في القبور وعلى القبور صونا لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك. أما إن كان حوله يعني بتبني جدار كده عشان تحمي الحيز اللي حوالين القبر، أو بناء نحو قبة أو حتى مسجد بجواره يصلى فيه، فإن كان في أرض مملوكة ملك صاحب هذه الأرض وليست وقفا أو سبيلا فجائز مطلقا بإجماع المسلمين برضه، لأن دي أرض ملك، أنا عندي فدان أرض ملك خدت ركن فيه خليته مقبرة الأجداد وبقيت الفدان ده رحت بنيه مسجد عشان الناس لما تيجي تدفن يجدوا مسجد يصلوا فيه على الميت وبعدين ايه يدفنوا ويستريحوا شوية يقروا القرآن ويمشوا، فهذا جائز مطلقا طالما أرض مملوكة، لأن الإنسان حر في تصرفه في ملكه. أمة ميديا تي في.